المصرية الخارجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية. اسم حفر نفسه بأحرف من ذهب. روادها يعملون في صمت منذ 20 عاما، حتى أصبح اليوم يحمل اسم مصر على أعناق نجاحاته للعالم أجمع. البداية كانت عندما أراد روادها أن يسبحوا عكس التيار، إيماناً منهم بفكر غير تقليدي. بدأ بتطوير بحث علمي عن نبات الجوجوبا الذي يلقب بالذهب الأخضر. ده مجهودهم، مجهود استشاريين، مجهود مهندسين، مجهود عمالة. دي مجهودهم، الناس دي اللي قدرت يعني توصل الإنتاجية للطاقة الإنتاجية دي والجودة دي. في مجهود فيه تيم كثير جدا هم اللي بيقوموا بالدور ده، وعشان يقدروا يخلوا مصر تاخد مركز أول عالميا في إكسار نبات الجوجوبا كطاقة إنتاجية وكنسبة نجاح كمركز أول، و 95% نسبة نجاح. شتلتنا بتتصدر في جميع الوطن العربي، حتى أصبحوا اليوم يمتلكون أكبر مزرعة جوجوبا لإنتاج أمهات منتخبة وسلالات عالية الإنتاج والجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكبر مجمع لإنتاج لشتلات الجوجوبا على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تتجاوز 5 ملايين شتلة سنوياً، فضلاً عن تأسيس بنية قوية لنشر ثقافة الاستثمار في زراعات الجوجوبا حول العالم، وتأسيس أقوى المكاتب الاستشارية العلمية، وعقد العديد من بروتوكولات التعاون التي تستهدف دمج المجتمع المدني والقطاع الخاص بالجامعات والمراكز البحثية، لتضع الشركة نصب أعينها مسؤولية تحقيق حلم التنمية المستدامة، والتي تتمثل في رؤيتها الاستراتيجية لتعمير وزراعة 100,000 فدان بحلول عام 2030، تماشياً مع رؤية التنمية التي تطمح إليه القيادة السياسية الحكيمة في مصرنا الحبيبة. ولم يتوقف حلم رواد تجربة الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي الصحراوية عن ذلك الحد، بل تجاوز ذلك لتقدم كافة خدمات الاستثمار الزراعي في مصر والوطن العربي. وتقدم الشركة حالياً خدماتها الفنية والعلمية لأكثر من 100 كيان استثماري وحكومي في مصر والوطن العربي، بداية من إجراء عمليات استصلاح التربة وانتهاء بالزراعة والإشراف والرعاية لمساحات تجاوزت 20,000 فدان في مناطق متعددة داخل مصر وخارجها، وفق خطة تكاملية والتي تشمل المراحل المختلفة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، الإدارة الزراعية المتكاملة، برامج التدريب المهني والدعم الفني والعلمي، تطوير برامج للزراعات التحميلية، إنتاج وتوريد شتلات الجوجوبا، الزراعات التعاقدية، كما تنفذ خدمات استصلاح الصحراء لصالح الغير وفق أعلى معايير تكنولوجية فريدة من خلال الرفع المساحي والميزانيات الشبكية، تمهيد الطرق، حفر الآبار بمختلف الأعماق، إنشاء وتركيب محطات الطاقة الشمسية، إنشاء وتركيب شبكات الري المتطورة، عمليات استصلاح وتجهيز التربة قبل الزراعة، عمليات الزراعة، عمليات الرعاية والإشراف المتكامل. ولم تكتفي الشركة بهذا المجهود الضخم في تعمير الصحراء وزراعة آلاف الأفدنة واستحواذها على الصدارة في الشرق الأوسط وإفريقيا في إنتاج وتحسين سلالات الجوجوبا، بل وحققت حلم الدولة المصرية في إنتاج مسار القيمة المضافة وإكمال الدائرة التي تبدأ بالزراعة وتنتهي بالتصنيع، حيث أصبح لديها رسمياً في منتصف عام 2021 عدد 22 منتجاً مسجلاً من مستخلصات زيت الجوجوبا بكفاءة نادرة تغزو الأسواق المحلية وفي طريقها إلى التصدير، مدون عليها بكل فخر صنع في مصر.